السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا. اليوم راح نتكلم عن دورة حياة النبات والقصيص المناسب أو الحوض أو الوعاء المناسب لذلك. بادئ الأمر، أنت لابد أن تعرف النبات اللي عندك كم يمكن أن يعيش افتراضيا، مثلا الباذنجان، الفلفل، الطماطم، أعمارها ما يقارب ما بين 4 إلى 6 إلى 9 أشهر حسب الأجواء وحسب الإمكانيات الموجودة، وهل هو بيت محمي أو في الأرض المكشوفة. بالإضافة إلى ذلك يعني نوعية البذرة اللي أنت وضعتها، هل هو هجين؟ الهجين راح يكون ممتد في النمو، يعني الطماطم الهجين ما راح يتوقف عند نمو معين في الطول وإنما راح يستمر، بينما البذور الغير هجينة لن ترتفع إلا ما يقارب المتر أو شيء قريب من هذا، ثم تبدأ تتحول على اليمين وعلى اليسار. طيب إحنا وين المشكلة اللي موجودة عندنا؟ تلاحظون إنه في شوية اصفرار في الأوراق وفي تساقط. هذه العمليات كلها بسبب عدم ملائمة القصيص لحجم النبات، مما يجعل الجذور تصل إلى الأسفل، وأيضا النبات لا يستطيع أنه ينمو بشكل جيد. فلو كانت هذه الشتلة في قصيص أكبر مثلا بهذا الحجم راح يكون نموها أسرع. إذن أنا أؤخر مسائل النمو بحصر النبات في قصيص صغير، هذا رقم واحد. رقم اثنين، مسألة النقل من قصيص هذا إلى هذا ثم إلى الأكبر، هذه مشكلة. يفترض أنه بمجرد عملية الإنبات في صواني التشتيل مثلا أو في قصائص صغيرة إذا لزم الأمر، بعد ذلك مجرد أن يصل النبات إلى 10 سم 15 سم خلاص يجب أن ينقل في حوض دائم أو في قصيص دائم أو في مركن دائم، ولا ينقل في مثل هذا ثم نختار له أكبر قليلا ثم نختار أكبر قليلا. هذه المشكلة غير مجدية. تلاحظون ما شاء الله عندنا ثمار هنا أصبحت ما شاء الله جاهزة، أيضا هنا موجود عندنا بالداخل جيد، لكن نظرا لتأخر في عمليات الري فغالبا عندما أعود للمنزل أجد أن النباتات ناشفة، فلذلك لا بد أن أرويها في الصباح الباكر يوميا، وأنا حقيقة لا أفعل ذلك. لذلك أجد أن النبات عطشان، يبدأ تساقط الأوراق، تبدأ تقل عمليات التمثيل الضوئي وكفاءتها، ثم يحصل مشاكل لدينا. الآن راح نشوف نبات الباذنجان. بدأت أنا بنقله في قصائص أكبر نوعا ما، ولكن لأنني مضطر، وإلا يفترض أنه نبات الباذنجان راح ينمو نمو عالي جدا، ولذلك أقل شيء ممكن القصائص اللي نوعها 25 أو أكبر من هذه، هذا 25، هذا تقريبا أعتقد 16 أو شيء من هذا، هذا 18 يبدو لي. عموما راح نشوف نبات الباذنجان الآن، نكشف على جذوره. الآن هذه شتلة باذنجان وأخرجناها، تلاحظون جذورها وصلت إلى القاع تمام، عدد الأوراق فيها أيضا محدود. يفترض أنه القصيص يكون أكبر، كانت في هذا القصيص والآن وضعناه في قصيص أكبر منه، تلاحظون الفرق. لكن أيضا هذا القصيص المختار ليس المناسب، ويفترض أن يكون أكبر. ظروفي لا تسمح أن يكون عندي أكبر من هذا حاليا، لكن ربما بعد شهر أو شيء يعني راح أتخلص من مجموعة من النباتات وأستفيد من قصائصها. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم. هذه النباتات جيدة، رعايتها جيدة، فيها طاقة إيجابية، أيضا نحافظ من الحشرات وخصوصا الذباب البيضاء والعناكب، راح تكون متواجدة غالبا على نباتات الباذنجان والطماطم وكذلك حشرة التلبس. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.